الفيديو الثاني الخوت احنا مع الكومباكتور فنو والخدمه ديالو ديال خونا نبيل المكناسي، تحيه ليه من هاد المنبر من بين اجود العمال ديال الشركه ديال المجازين. احنا دائما كنتواجدوا كما كتشوف معايا هنا طريق المداري الشمالي الشرقي، هنا جو بونس الدوار ديال ازرار الرعي. السبيت ديال هاد الطريق هادي ضروريه، ان كاين هنا واحد الطريق فرعيه راه غادي نبينها لكم، تبعوا معنا الخوت حتى للاخر. اليوم راه الخوت كاين الصاد شويه، داكشي علاش ما قدرش نهضر بزاف. معايا الطبي هنا كي كيتخدم بطريقة ديال طريقة احترافية ديال الطبي، ماشي طريقة ملونة. رغم ظروف العمل هما الحرارة، فإن العمال قائمين بالواجبات ديالهم الخوت، ما عندك ما تسالهم. تحية لهاد العمال ديال شركة المجازين واحد بواحد، سواء كيشوفوا الفيديوهات سواء ما كيشوفوهمش. عاونونا الخوت بالبارطاج الى بغيتنا ندفعوا هذه الكروسه هذه ديال هذه القناه، البارطاج ضروري، لي جيم ولي كومونتير حتى هما راه ضروريين. كتلقى 1000 مشاهده ولكن لي جيم ولي كومونتير قريب بزاف. لي كومونتير هو اللي تيحرك لنا الفيديو، تيخليه يبان في اليوتيوب. من ورا هذه الاله هذه ديال الكومباكتور بنو راه كدوز، الكومباكتور العادي كيدوز باش كتسرح الطريق. إذن باش نوريكم لون بلاسمون الخوت، هذا الرومبان هذا هو ديال أزرار الراك، هذيك الطريق دابا ديال أزرار الراك، سفوح الجبال. وهاد الطريق هادي كدينا المحور شرق غرب، دابا ندوز ليكم فيها هي هادي. هاهو الرومبان هو هذا، وهذا الرومبان، وهذا الرومبان الخوت، ها فين خدامين العمال اللي ديك لابارتي. نعاود الخوت نبين ليكم الرومبان هو هذا، راه مازال ما تقاد. هذيك الطريقة ديال تيليلا، هذيك الطريق هي الطريق المداري الشمالي الشرقي، الطريق المداري الشمالي الشرقي والطريق ديال أزرار الراك. إذا لابارتي الأولى اللي خدموا هاد الصباح هذا، حيت أنا جيت لقيتهم، جيت أنا شوية معطل، خدموا هاد لابارتي هادي كما كتشوفوا معايا، راه باقي ليها الكومباكتاج. هادو راه غادي يدوزو، تسالو هنا غادي يدوزو الجهة الأخرى.
مدينة من المطار مسيرة إن شاء الله، وغادي نمشي حتى المرسى إلى أكادير مرورا في مجموعة من الأحياء، وغادي تكون عندها مخارج. راه صورنا لكم دابا جوج المخارج، المخرج ديال جوج المخارج كلهم علاقة بالحي ديال تيليلا. أنا كنمشيو حتى الراس فين قادو، ها هو هنا. كنعاودو ديك المعلومة ديال أن الميزانية ديال هاد الطريق، هادي طريق المداري الشمالي الشرقي، الميزانية ديال لافو اكسبريس اربان راه ارتفعت من 1,400,000,000 درهم لجوج الملاير و 600,000,000 درهم غير في 2022. إذن هذه هما الآلات استراحة محارب، آلات باش نعاودو نديرو واحد الريكيبيلاتيف فولفو شركة سويدية. كما كتشوفو الكاركتيرستيك ديالها هي فولفو كونستراكشن إيكويبمنت، تصايبات في الألمان. هاهما لي كاركتيرستيك ديالها كلهم باللغة الإنجليزية، هاهما فولفو كونستراكشن إيكويبمنت، صنع في ألمانيا. بالنسبة للجروب الرائد في مجال بناء الطرق، جروب مجازين، المقر ديالو راه في الدار البيضاء. لا ريفيرونس ديال الآلة، اللي بغا يقلب على لا ريفيرونس ABG78-20B. ديفينيسور سميتها فوغل، الشركة الأم ويرتن جروب، هذا ألماني، هادشي ألماني. لا ريفيرونس ديالها MT 3002. نشوفو معايا الآية الآلة من الوسط، هنا راه الصاد كيخرج من هنا، شتو هادشي راه الصح والعمل. اللي بغا يدير شي شركة يشري هاد الماتيريال هذا، نصورها لكم من الجنب الآخر الخوت. آلة فوغل، المسائل ديالها بلاصت السوقان، المهم داكشي البارتي اللي عندها بحال الدبابة هادي. فينيسير الآخر لا ريفيرونس ديالو هي سيبر 2102، نفس الآلة اللي هي فوغل. هاهما لي ريفيرونس ديالها، مصنعة في ألمانيا، راهي جوزيف فوغل AG مانهايم جرماني. آلة بوب كات، إذا هاد المقطع هذا الخوت راه قريب يسالي، ها هو تخليه الكومباكتور العادي قريب يسالي. اون فوا كيدخل هاد الكومباكتور هكا كتسالي القضية، صافي كتزيان. شرا مساج الخوت فيه تمارة. شوف دابا حنا كنجيو كنصورو معاهم غير واحد ربع ساعة ولا نص ساعة وكنمشيو، هما راه كيخدمو يوميا في هاد الفيلم هذا. يا الله اخوات خصنا نمشيو نتغداو. شكرا على الدعم، شكرا على الدعم، شكرا على الدعم والتتبع، والى اللقاء.